السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أبطال الصف الأول الابتدائي بشركة آفاق التعليمية. مرحبا بكم يا أبطال يا رائعين في يوم جديد ودرس جديد شيق مع مادة الأزكياء والمتميزين. ونبدأ على بركة الله مع أبطال الصف الأول الابتدائي مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول الفصل الخامس في الكتاب درس ترتيب الأعداد حتى 20. يلا كل واحد يجهز كتابه معاه ونبدأ نشوف من يعرف هذا الحيوان. هيا طال اسم حيوان الكنغر أو الكنغرو. والكنغرو هذا الحيوان يريد أن يقفز، فهو عندما يقفز يقفز من الصفر ثم قفز إلى الواحد ثم ها نطل الاثنين ونطل الثلاثة ونطل الأربعة وهكذا، فهيكون ما قبل وبعد. فإذا نط الكنغر هذا من الرقم 11 إلى الرقم 12 فحنقول إيش ها يا أبطال؟ حنقول في خط الأعداد هذا أنها قبل، فهو كان قبل في العدد 11 ثم بعدها جاء عند ال 12، فال 12 كانت بين القبل وبين بعد. يا سلام عليكم. فالعدد 12 هو قاعد بين ال 11 وال 13 صح، والعدد 13 قاعد بعد ال 12، والعدد 11 قاعد قبل ال 12، وهكذا يا أبطال نقدر نسويها في أي عدد. ف 11 قبل 12 و 13 بعد 12 وال 12 بعد ال 11 بين ال 11 وال 13. يجب أن نميز في خط الأعداد بين اللي قبل واللي بعد واللي بين. خلينا نشوف في الأمثلة الجاية. ها عندي عدد مغطى بورق الشجر. إذا كان هذه 3 4 ها هيكون بعدهم ولا بينهم ولا قبلهم؟ أحسنتم، إنه بعدهم. العدد اللي بعده هو 5. يا سلام عليكم يا أذكياء. طيب ها ورقة الشجر قاعدة عند الرقم معطين قبلها 9 بعدها 11، ايش راح اقول؟ راح اقول انه 9 وال11 هو العدد الذي بينهم. وما هو العدد الذي بين 9 وال11 يا ابطال؟ ها هو العدد كم؟ هذه 9 وهذه 11، فما العدد الذي بينهم؟ أكيد شفتوا هذا العدد الجميل زيكم، هو العدد 10. سنتم يا أبطال. طيب هنا معطيننا عدد مغطى بورقة الشجر ثم 16 ثم 17، مين العدد المفقود؟ شوف يلا نشوف. أعطونا 17 وأعطونا 16، معنا عايزين العدد الذي قبلهم. مين يقول العدد اللي قبلهم؟ أسمعكم يا أبطال ها 19. أحسنت يا رائع. طيب معطيننا 18 ورقة الشجر بين العددين، فما هو العدد الذي بينهم؟ بين 8 و10، هاي 8 هذه 10، 8 10. أحسنتم، الذي بينهم هو 9. يا سلام عليكم يا أبطال يا رائعين. ننتقل للعدد الصفحة التالية لنكمل بقية المسائل. ها نفس الفكرة، عدد مغطى بورقة الشجر فهو عدد معطينا 18 19، فهذا العدد قبلهم أو بعدهم؟
ها قبلهم أو بعدهم، إنه قبلهم أحسنتم يا أبطال، عدد الذي قبل 19 وقبل 18 هو العدد 17. يا سلام عليكم يا أذكياء، 17 تكتب 7 وجنبها 1. طيب 3 4 هذه ترى سهلة جدا صح، وكلنا عرفناها الحين، عدد الذي بعد 3 و4 هو العدد 5. يا سلام يا سلام عليكم يا رائعين. طيب والذي والتي بعدها معطينا 6، ثم عدد مغطى بورقة الشجر، ثم 8. كيف يكون هذا؟ 6 ثم 8. مين اللي قاعد منحاش بيناتهم العدد الجميل هذا؟ 7. أحسنتم يا أبطال. وما العدد الذي قبل 2 و1؟ ها يلا قولوا قبل ما أكتبوا، ها على صوتك كم؟ 2 قبلها 1 قبلها 0. يا سلام عليكم يا رائعين. وبهذا نكون قد انتهينا من تدريبات درسنا الشيق. أشكركم يا أبطال على الاستماع، إلى أن ألتقيكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.